نتواصل مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم في كل مكان، منافسات هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، هذا المهرجان الذي يقام تحت الرعاية بالتوجيهات السامية والرعاية الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث انطلق هذا المهرجان قبل أيام قليلة ونعيش ونسير في يومه الخامس، وشهدنا وإياكم انطلاقة الأشواط المفتوحة قبل قليل، وانطلق في هذه الأثناء شوط الشلفة الفضية للعمانيات البكار. شكرا للزملاء سعد وعلي المحشادي، ونتواصل مشاهدينا الأعزاء. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. نتشرف بهذا الحضور الكبير وهذا الحضور الميمون لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية مالك هجن الشقب. مرحبا يا أبا حمد، ومرحبا بالحاضرين والمتابعين والمشاهدين الكرام. أيها الأعزاء، انطلقت الشلفة الفضية للعمانيات البكار، ياهي انطلاقة ياهي حضور. تتأمل أيضا للتأملات من قبل الأخوة المشاركين لاختطاف هذا الرمز الغالي لمن هذه الشلفة الفضية من هؤلاء الحاضرين المتواجدين. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول وصايف لعبد الله بن سعيد العيدة مع المركز الأول، بينما المركز الأول شعار المسند يسيطر على المركز الأول وعلى صدارة الشوط. من الجانب الآخر تتقدم عجايب ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند راعي ديار من احتكر الشوط المفتوح في هذا الموسم في مهرجان المؤسس، في مهرجان الأمير الوالد، وفي مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد. إذن يسجل يا المسند لك في التاريخ بأن هذا الموسم لهذا السن جاب الهاتريك أبو عبد الله، سجل مسكر هذا الشوط أبو عبد الله. عموما عجايب مع المركز الأول في شوط العمانيات، في شلفة العمانيات عجايب تسيطر لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند البروفيسور لا ننساه محمود بن محمد الوهيبي، بينما المركز الثاني تتقدم وصايف عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة مع المركز الثاني. الشعار السيلاوي حاضر الليلة بقوة. دور المركز الثالث شعار الجريان لسعة تتقدم إلى المركز الثالث مع خليفة بن حمد بن خليفة العطية، يقدم هذا الشعار الذي خطف واحتكر بدوره السيوف في هذا الموسم، يقدم لسعة على المركز الثالث. وحذاري من لسعاتها لسعة، الله، في مهرجان الأمير الوالد كنا مع عقارب، اليوم مع لسعة. عموما المركز الرابع وصايف تتقدم مع المركز الرابع لعبد الله بن سعيد العيدة، بينما المركز الثالث هناك سلام حمد بن سعيد العيدة. وصايف على المركز الرابع يقدم اسمين، الشعار السيلاوي واستهداف واضح لهذا الرمز وتصميم من خلال ما نراه من شعارات المضمرين الداخلين بأكثر من اسم في أشواط الرموز. المركز الخامس التقدم فيه والوصول من قبل قرقعه ناصر بن عبد الله بن احمد المسند اللي قرقع المضمرين في شوطنا الماضي المفتوح من خلال حضوره بالثلاثة المراكز الاولى واحتكاره للهاتريك في شوطنا المفتوح وفي هذا الموسم. عموما وعلى كل حال العودة الى مقدمة الشوط الى المركز الاول، عجايب مع المركز الاول، لسعة مع المركز الثاني، عجايب عند ممثل الخور، عند الانيق يقدم عجايب في هذا الشوط، بينما ممثل هل الجريان قادم مع لسعة تتقدم على الهواء مباشرة في هذا المهرجان الكبير، في هذا المهرجان الذي يحسبون له الملاك والمضمرين الحسابات الكبيرة. الحضور النهائي، الله، ما بعده إلا المقيض ومهرجان التحدي، ومهرجان التحدي وخلاص قيضنا، خلها تقيض على الشلفة يا البروفيسور يا البروفيسور. الله، هل يفعل ما فعله البروفيسور في شوطنا المفتوح، في شوطنا المفتوح من خلال ما أراه. خطير الوضع الليلة،
خطير 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 مع البروفيسور ومع الأنيق ومع الأنيق من عاد وبقوة لأشواط الرموز لمعانقة الفضة الليلة اسميني وسيطرة من شعارها للخور على المركزين الأول والثاني. المسند الأنيق بكل أناقة بكل حيوية يسيطر على المركزين الأول والثاني. الشلف يا مضمرين، الهدافي رجل الصفقات المليونية حاضر الليلة راح الرمز المفتوح، ما يروح العمانيات يا الهدافي، مصمم الليلة. بينما المسند يحاول أيضا خطف المزيد من رموز هذا المهرجان الغالي، مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. غالي هذا المهرجان، غالي يا المسند، غالي يا الهدافي على قلوبنا جميعا، كما هو غالي على قلوبكم أنتم أيضا. المركز الرابع، لسعة يا لسعة يا لسعة، لسعة الجريان مع المركز الرابع. وهنا أيضا الشعار الأبيض، حضرت كيف، حضرت كيف بن فراج يدفع بكيف في ليلة الرموز، في أشواط الرموز، في أشواط الكبار، في أشواط الكبار، حضر أحد الكبار وهو بن فراج. الله، هات لي رقم هالمركز الخامس يا أبو سعد، هات لي رقم المركز الخامس. المذري هناك، الله، لسعة خليفة بن حمد بن خليفة العطية. عودتنا إلى الجريان، إلى الجريان، أو عودتنا بالفعل إلى هل الخور وهل المعاذر. معركة الشلفة، معركة الشلفة في مهرجان الأمير. المسند هل يفعلها ويختطف الرمزين؟ الله، الهدافي عنده رمز، رمز المفتوح القعدان، والمسند عنده رمز المفتوح البكار. من سيعزز الليلة من اختطاف الرموز؟ ما بينهم الرمز، بين الشعارين، بين الشعارين، بين المعاذر وما بين الخور. أين أين ستعبر الشلفة؟ هل تعبر من ميدان الشحانية إلى المعاذر الشمالي والجنوبي بشكل عام إلى هل المعاذر، أم إلى هل الخور؟ هل الخور الأقرب؟ هل الخور الأقرب؟ الله، يا سلام يا سلام، المعاذر، المعاذر وهل الخور. ياهي شلفة، ياهي شلفة، ياهو شوط. معركة الكبار، معركة الكبار، سلسال مع المركز الثاني. بينما المركز الأول عندك يا المسند، يا سلام، عجايب وسلسال، سلسال وعجايب. الشلفة، 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 المعاذر، المعاذر، الله، يا سلام. عاد أهل الخور، عادت سلسال، سلسال مع المركز الأول، حمد بن غانم بن سلطان الهدافي، وهذه أحد الصفقات الناجحة في هذا الموسم. الشلفة، الشلفة، الشلفة إلى المعاذر. تهانينا والناموس لحمد بن غانم الهدافي، والتهاني لزيد بن محسن بن نديلة. المركز الثاني، المركز الثاني سلسال، أو السلسال في المركز الأول، المركز الثاني عجايب لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الثالث، المركز الثالث وهل لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الرابع، المركز الرابع لسعة لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الخامس كيف لمحمد بن حسين بن مبارك بن فراج. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء في أشواطنا النارية في مساء هذا اليوم. بالفعل هذا هو التحدي، وهذا هو التحدي في ميدان التحدي بالفعل. تهانينا للفائزين برموز هذا المساء، وهذا هو ملخص الشوط. وتصل قاطعة المسافة الشوط عجايب من أو سلسال تصل في المركز الأول قاطعة المسافة الشوط في 9 دقائق 17 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك سلسال من خطفت الشلفة وأضاف الرمز الثاني، حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. وهنيك على هذه الصفقات الناجحة وهذا الاستثمار في هذا المجال. المركز الثاني وصلت عجايب قاطعة المسافة الشوط في 9 دقائق 18 ثانية 4 أجزاء من الثانية. التهاني والناموس لمالك عجايب ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. تهانينا يا الأنيق، وسلام يا الخور، سلام. المركز الثالث
وصلت فيه وهل، قطعت المسافة في 9 دقائق 22 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك وهل ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند.